هنا حاولنا نقلنا اليوم، كنقولوا بان اليوم مهرجان او مجال الثقافي، الثقافي 5 مليون درهم ما كتقضي انت حاجه، فكاين مهرجانات كبيره اللي كخص الدعم كبير، ولكن ما قدرناش 5 مليون درهم. حاولنا نتوافقوا يعني ك ك ك ك ك كاخوان داخل المجلس باش نكون نلمسوا كل المهرجانات، ولكن ما قدرتش. دوك اليوم بغينا بهذه المهرجانات، هي ثقافيه ولا غيكون عندها معايير واحده اخرى، واللي نزلنا هذه المعايير واللي طلعنا 10 مليون درهم، وهذا 10 مليون درهم لا يكفي ان شاء الله. بغينا كل سنه نحاولوا كقد الامكانيات باش نزيدوا نطلعوا في المساهمه ديالنا في هذا. هذا لا يعني بان المجال الثقافي هذا كهضر على المهرجانات بحال اللي قبيلت باش نصحح، ما المسائل الثقافيه عندها ميزانيه ديالها، ملي كيكون هناك مساهمه ديالنا في البناء ديال المتاحف كنمشيو، ملي كيكون هناك بعض المراكز الثقافيه كنمشيو فيها، يعني كل ما هو عنده طابع ثقافي، ذاكره تاريخيه كنمشيو فيها. الا ملي كنكون شي حاجه مثلا لمهرجانات كنا ما عندناش الامكانيات، كنا كنقولوا خصنا تتبعوا معنا ونزلنا لي كريتير، وهما ما كيجيو الملفات كينزلوا، والحمد لله هناك يعني ما نقولك شي 100%، ولكن واحد 80% ديال التوافقات بالنسبه للمهرجانات حسب الحجم ديالو. ومن بعد غيكون السنه المقبله غتكون بعض الكريتير، شحال حضر عندك مهرجان، واش هذا المهرجان عنده ثقل او لا ما عندوش ثقل، كل واحد غنمشيو في هذاك الشيء اللي غنجلسوا في هذيك الكريتير ديالو.